السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الناس بتخاف من الموت لأسباب كتير، يمكن عشان الموت ده بالنسبة لهم هو النهاية. طب تعرف إن الإنسان دونا عن كتير من مخلوقات ربنا، ربنا خلقه عشان يخلد؟ ركز معايا كده، أنت بتتولد وبتعيش لك 20 30 60 80 100 سنة وبعد كده بتموت، وبحسب كل الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن مرحلة ما بعد الموت، الكلام ده لو أنت مسلم طبعا، بتقول إن الإنسان بيفقد الإحساس بالزمن مؤقتا طول الفترة دي، يعني ممكن يعدي سنة 10 100 1000، ربنا وحده اللي عارف القيامة امتى. وبعدها هترجع تصحى تاني وتفتكر انك نمت شوية وصحيت، وبعد كده بعد ما تصحى يعني هتعيش حياة طويلة. معلش انا هضطر اقطع هنا عشان اليوتيوب ما بيسمحش برفع الفيديوهات اللا نهائية المدة. الله، طب ده معنى كده ان الموت مش النهاية ولا حاجة، ده مجرد مطب على الطريق اللي بدأ من حياة الانسان الاولى لحد الخلود اللانهائي. يبقى اكيد الناس بتخاف من الموت لسبب تاني. في ناس بتقولك انا خايف اموت، هسيب ولادي لمين وهيعملوا ايه من بعدي؟ اقول لكم خبر حلو، انتوا هتموتوا، ولادكم هيموتوا، ولاد ولادهم هيموتوا، ولاد ولاد ولادهم هيموتوا، ولاد ولاد. بس مش ده الخبر الحلو. الخبر الحلو هو انكم هتتجمعوا تاني بعد البريك القصير ده باذن الله، وتفضلوا مع بعض الى ما لا نهاية من غير فراق. ناس تانية بتقول لك انا خايف اموت عشان مش مستعد اقابل ربنا، او وقت ما اموت ساعتها ممكن اكون مش مستعد اقابل ربنا. الله، طب ما احنا فيها اهو، ما تستعد، ايه اللي منعك؟ انا عارف انك شويه ماشي صح وشويه غلط، بس طول ما فيه روح تقدر ترجع قبل فوات الاوان. اوعى تكون من الناس اللي بتبيع كل ده عشان الشويه دول. الناس بتبص للعمر على انه عمال يخلص، وان كل نفس بيطلع ما بيرجعش تاني، وخايفين من الموت كانه النهايه الحزينه، مع انك لو حسبتها صح هتكتشف ان الموت ده هو نقطة انتقالك من سجن الدنيا للحياة النهائية اللي هتجتمع فيها بكل أحبابك، بعيد عن الهموم والابتلاءات والمناغصات والمتع المنقوصة تقلبات الزمن. وصدقني مش هتفرق خالص الطريقة اللي هتتنقل بيها من السجن ده للحرية دي، اللي هيفرق فعلا هو إيه اللي بعد الموت، وده ربنا أعطانا الخيار إننا نختاره بنفسنا. أيوه، يعني أنا كده استفدت إيه؟ يعني أعمل إيه دلوقتي؟ بسيطة، 3 حاجات. 1، وحد الله ولا تشرك به شيئا. 2، لو عندك حقوق للناس ردها واطلب منهم العفو والسماح. 3، عندك كبائر او ذنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة. بس كده، شفت بسيطة ازاي؟ لو عملت ال3 حاجات دول مش هيبقى عندك سبب تخاف من الموت. كفاية تعرف انك رايح للي احن من الام على طفلها. وخليك دايما فاكر الحديث ده، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. اسألكم بالله، ألا تستحق الحياة الأخرى أن نفني من أجل الحياة الأولى؟ كم نعيش؟ أكبر واحد كم يعيش؟ اللي يوصل اليوم 90 سنة يكتبون عنه في الجرائد يقولون معمر، وصل 90 أشغلونا، 90 سنة 100 سنة قالوا معمر. يا جماعة ترى الحياة في البرزخ قد تكون أطول من حياتك في الدنيا 100 المرات. اسأل أبوك عن جدك وعن جد جدك متى ماتوا، كم لهم في القبور؟ تلقاها عاش 30 سنة في الحياة، 40 50، واليوم له 200 و300 سنة في قبره، والله أعلم متى تقوم القيامة. وإذا بعث من في القبور، بعثنا إن يوما عند ربك كألف سنة، والناس يقفون يوم المحشر 50,000 سنة. ما تستحق حياة القبر هذه إنك تفنيها لله؟ هذه الآلام ستنتهي على باب الجنة، ستنتهي الآلام بعد توديع الصراط خلف ظهرك، ستنتهي الآلام أيها المبارك مع جلوسك على الأرائك، ستنتهي الآلام عندما يدخل الملك عليك ويسلم عليك من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. أين الآلام؟ مع صبغة في الجنة تنتهي الآلام، ومع غمسة في النار تنتهي الأفراح المزعومة الكاذبة. لذا أيها الأحباب، كان الحبيب يقول لأصحابه
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يثق أن الله جل وعلا فوق ما تتصور، الله أعظم مما تتصور. وإذا أعطى سبحانه أدهش العقول عطاءه، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تأتي تدري، ويأتيك بالنصرة من حيث لا تأتي تدري. وإلا رجل يقذف في النار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنار تحترق والنار تحرق، ويرفض أن يطلب النصرة إلا من الحق جل وعلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. النار نار إبراهيم هي النار التي عندنا وتحرق، والرب الذي أنقذ إبراهيم هو الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. فكن مع الله كما قال من قال من السلف: أعطني إيمانا كإيمان إبراهيم، أوقد لك أو أبني لك جنانا في الجحيم. يحتاج إلى التوحيد هذا. وإبراهيم يضع هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، موحش حتى الطير، ولا ماء، إنما هو الهواء والجبال السود. الله أمرك، نعم، ثقة في الله، حسن ظن بالله، وثم دعاء. وأهوت إليهم نفوس الناس وأتت جرهم، وبنيت أفضل بقعة على كوكب الأرض، قمة ودرة وسرة الكون كله، مكة التي أتى إليها الناس من كل فج عميق. كان عند الثقة وهو يضع أبناءه أن الله جل وعلا سيؤويهم وسيغذيهم، وستجبى إلى تلك البقعة ثمرات كل شيء. موسى على الماء، والجيش فرعون خلفه، والجبال على الميامن والمياسر، والماء رهو، والماء له خفقان وأمواج، وكلهم إنا لمدركون. يتقدم الواثق، ثقة بالله، حسن ظن بالله، متفائل بوعد الله: كلا إن معي ربي سيهدين. يضرب البحر ثم ينفلق، إنها الثقة في الله. ووالله وتالله لو أن عبدا وثق بالله ثقة الأنبياء في ربهم جل وعلا، والله لا يغلق عليه باب، والله لا تمر على قلبه كربة، والله ما تدمع عينك حسرة، تدمع شكر وحمد وثقة وسعادة. لكن أين معين التوحيد في بعض القلوب المتضجرة والتي وقفت على سواحل الأحزان وتقول: إنا لمدركون، ضاع كل شيء، راح المال، راحت الصحة. يا أخي، الله لا يخلق شرا محضا، الله له في كل أخذ وإعطاء حكمة، الله قد يحب عبدا فيأخذ منه ويبغض عبدا فيعطيه، الله جل وعلا أخذه عطاء. والله جل وعلا لو أن عبدا تضجر من أخذ الله لعينيه، أخذ الله لماله، أخذ الله لولده، أخذ الله لبعض بدنه، قطعت أقدامه، ذهب ماله، تحرك لسانك بالحمد، فإن الله يراك ويرى مكانك، ويسمع كلامك ويسمع أنينك، ويرى دمعك، ولكن منزلتك عالية، فصب عليك البلاء. يبتلى المؤمن على قدر دينه، يبتلى المؤمن الأمثل فالأمثل، من كان في دينه صلابة كان البلاء عليه أكبر. لما؟ لأن أولياء الله ما رضي الله أن تكون الدنيا عطاء لهم ولا دار لهم. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام ما أعطي من زهرة الدنيا شيء، ما أعطي شيء. بيته 3.5 متر × 2.5 متر، بيته كبيوت الناس بل أصغر من بيوت الناس. لماذا ما أعطاه أحد ذهب؟ لماذا ما قلب الصفا ذهب؟ لماذا ما أسال الأودية له ذهب؟ لأن الله أحبه، وإذا أحب الله عبدا جعل الجائزة له في الآخرة، لأن الدنيا فانية، الدنيا فانية. يا صاحب الآلام، أحسن الأدب مع الملك العلام، فلربما ما أخذ منك إلا لأنه يحبك، كيف تتضجر من الذي يحبك جل وعلا؟ إن العبد الذي يرى فيها، يرى أن الله إذا أخذ منه إنما لأنه يريده، يريد أن يسمع ردة فعلك. فالمتفائل يعلم أن الذي أخذ منه بإرادة الله،
بمشيئة الله، بقضاء الله، بحكم الله. الله إذا قضى وحل قضاؤه فلماذا تجزع؟ فإنما هذه الأقدار، يعني بعضنا يغضب لو فعلت كذا لكان كذا، ولو تقدمت قليل لما كان كذا، ولو مسكت فرامل ما صار حادث، ولو ما ضربتها ما صار طلاق، ولو بعت الأسهم قبل سقوطها لما افتقرت. لو لو لو، هذه أداة الشيطان، هذا مفتاح أبواب الشيطان. قدر الله وما شاء فعل. وكما قال بعض السلف، لو أن الله كشف لك سجف الغيب، أنت الآن تكره أن قدمك قطعت، أن ابنك مات، أنك فصلت من الوظيفة، أنها طلقت، أن المال ذهب، أن العين ذهبت، السكر جاء، والضغط جاء، والكوليسترول جاء، وجلطة وبعد جلطة، وآلام وتعب في البدن. لو قيل لك انظر وكشف لك الغيب ورأيت مواقع قدر الرحمن لك، والله ما يختار عبد إلا ما اختاره الله له، والله ما تختار إلا اللي اختار الله لك، لأنه الحكيم، لأنه العليم، لأنه الرحمن، لأنه الرحيم. لذلك لا تجزع يا عبد الله، لا تجزع. ودائما تجد العظماء، وترى للمعلومية، لا يمكن أن يكون إنسان عظيم من عظماء الدنيا، بل ولا حكيم من حكماء الدنيا حتى يكون متفائلا. فإن الحكمة تنبت في أحواض التفاؤل، الحكمة تنبت في أحواض التفاؤل، واللي غير متفائل قاعد مقعد. هلك الناس، قال الحبيب من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو هو أهلكهم أو أهلكهم، إما هو أحد أسباب الهلاك أو أنه أهلك إنسان في الأمة. كيف يهلك الناس؟ كيف؟ والله حفيظ، الله حفيظ، الله عظيم. كيف سبحانه وتعالى ممكن يهلك خلقه وهو الذي حفظهم وهو الذي خلقهم وأوجدهم؟ فقط أنت قم بما يجب عليك واترك ما لا يجب عليك، ستجد أن في كل ألم أمل، وكل محنة منحة. نبغى نصير عصافير يا أخوان، ممكن نصير طيور وعصافير؟ العصافير متوكلة، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. تجد أن الرجل اللي عنده بعد اقتصادي وتخطيط تلقاه مطمئن، تمر دائما الاقتصاد يمر بمنحنيات، صحيح، وبمؤشرات فوق تحت فوق تحت، لكن التاجر الواثق، الواثق في ربه واللي عنده بعد نظر يقول يا ما في عسر لا يعقبه يسر. ولهذا تجد الآن بعضهم يشتري الآن مع الهبوط، يشتري. ليه تشتري يا شيخ؟ قال سترتفع. مش دراك؟ عندي ثقة في الله. وهناك سنن، هناك سنن كونية، أنه لا بد، لا يمكن أن يدوم الرخاء، ولا يمكن أن يدوم العناء، ولا الانكسار ولا الكساد. هذه سنة حتى في العزة للأمة. أحيانا تكون الأمة في ذروة عزها وتهبط من علياء عزها عندما تفرط في أوامر ربها، ثم تعود وتمسك بالله من جديد، بحبل الله المتين، فترتقي وتضعف فتنهار. وهكذا المهاكذا المؤشر في الدنيا. لا يمكن أن يستقيم الناس على حال ولا الوضع. يجب أن تؤمن أنت بما أن العاقبة بيده وأن الأمر بيده، أن لارتفاع الأمم وسقوط الأمم، ارتفاع الاقتصاد ونزول الاقتصاد، هناك سنن كونية. ثق في الله، لا تثق في غيره، واعلم أن المفقود اليوم سيعود غدا، المفقود اليوم سيعود غدا وسيعود أجمل. لماذا؟ لأني لا أثق في الخلق ولا في محلل، أنا أثق في الله، أثق في الله. وما دام الإيمان في قلبي وقلبك